بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 40. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإننا في الدرس الماضي ابتدأنا الكلام على قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. عهدنا أي أوحينا إلى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما قام ببناء هذا البيت، فإن الله سبحانه وتعالى شرفهما بالولاية على شؤونه ورعايته، عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. طهراه من النجاسات والقاذورات ومن كل شيء يؤذي المتعبدين عنده، تطهير معناه إزالة النجاسة. طهارة في اللغة هي النزاهة عن الأقدار، النزاهة والنظافة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وأعظم الأقدار والأنجاس الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله عز وجل فإنه هو أعظم النجاسات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيطهر هذا البيت وهذا الحرم من الشرك بالله، لأنه بني على التوحيد الخالص لله عز وجل. فيجب على المسلمين الذين لهم ولاية على هذا البيت وهذا الحرم دائما وأبدا أن يلاحظوا هذا الأمر، وأن يبعدوا عن حرم الله كل مشرك وكل مبتدع، ليبقى هذا الحرم للموحدين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، ويعبدون الله بشريعته، لا يعبدونه بالبدع والمحدثات والخرافات. هذا من أعظم التطهير لهذا البيت. وكذلك سائر المساجد يجب أن تطهر من الشرك والبدع. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
فالمساجد التي هي بيوت الله يجب أن تكون بيوتا للتوحيد والعبادة الشرعية، وأن يبعد عنها كل شرك وكل مشرك وكل بدعة وكل مبتدع. هذا واجب المسلمين نحو حرم الله خاصة ونحو مساجد الله في جميع أقطار الأرض عامة. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، أول شيء بدأ به أنه أزال الأصنام التي على الكعبة، وكان عليها 360 صنما وضعها المشركون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليها بالقضيب ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فجعلت هذه الأصنام تتهاوى وتتساقط على وجوهها، ثم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجت من المسجد وأحرقت. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، فتحت له الكعبة المشرفة، فدخل داخلها وصلى فيها ركعتين، ثم دار في جوانبها يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم أمر بالصور المرسومة على الجدران، على جدران الكعبة من الداخل، فجيء بدلو من زمزم فغسلت وأزيلت، وطهر الكعبة من الأصنام ظاهرا وباطنا. وكذلك أرسل إلى الأصنام اللات والعزى ومنات التي هي أكبر الأصنام، أرسل إليها فهدمت كلها وأزيلت. فيجب على المسلمين خصوصا ولاة أمور المسلمين، يجب عليهم أن يقوموا بهذا العمل نحو بيوت الله سبحانه وتعالى عامة، ونحو المسجد الحرام خاصة، فيجعلوه طاهرا مطهرا من الشرك ودعوة غير الله وعبادة غير الله. وكذلك يطهر الحرم والبيت، يطهران من النجاسات الحسية كالبول والغائط والقاذورات، فيزال عنها الأنجاس، تكون طاهرة مهيئة للصلاة فيها. وهذا في المسجد الحرام وفي المساجد كلها. ولما دخل أعرابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وأصحابه جالسون، بال هذا الأعرابي في طائفة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في ناحية منه، فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يوقعوا به وأن يؤدبوه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يتركوه حتى يفرغ من بوله.
فلما فرغ من بوله ناداه وقال له إن هذه المساجد إنما بنيت لذكر الله والصلاة، ولا يصلح فيها شيء من هذه القاذورات. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي دلو من ماء، فصب على بول الأعرابي، مما يدل على وجوب تطهير المساجد من البول والغائط والنجاسات عموما والمسجد الحرام خصوصا، أن طهر بيتي للطائفين. وكذلك يطهر المسجد الحرام وغيره من المساجد من القاذورات ولو لم تكن نجاسات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة. البصاق يعني التفل، التفل في المسجد خطيئة يعني معصية، وكفارتها دفنها حتى تزول وتتوارى عن الناس. ولما رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد تغيظ صلى الله عليه وسلم، ثم حكها، ثم أمر بخلوق من طيب فلطخ مكانها بالطيب. فيتطهر بيوت الله من القاذورات بعد تطهيرها من النجاسات الحسية والمعنوية، لتبقى طاهرة نظيفة مهيئة للعبادة. للطائفين الذين يطوفون حول الكعبة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، الطواف بالبيت عبادة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف بالبيت عبادة لله سبحانه وتعالى، وتقرب إليه سبحانه وتعالى. والطواف يكون تطوعا ويكون واجبا ونسكا من مناسك الحج والعمرة، فهو عبادة عظيمة. ولا يجوز الطواف إلا بهذا البيت العتيق، لا يجوز الطواف بالقبور أو الطواف بمقامات الأولياء أو في أي مكان، لا يجوز الطواف إلا بهذا البيت العتيق. فالطواف على القبور هذا بدعة وشرك، ما أنزل الله به من سلطان. وإذا حصل الطواف على القبر أو البنية فإنها تشبه بالكعبة المشرفة، وليس على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض شيء يشرع الطواف به إلا هذه الكعبة المشرفة. ولهذا قال: للطائفين، وبدأ بهم، بدأ بالطائفين وقدمهم على العاكفين والركع السجود، لأن الطواف من خصائص هذا البيت. أما الاعتكاف وأما الصلاة فإنهما يجوزان في كل مكان من الأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فيجوز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، كذلك الصلاة الفرض يكون في المساجد والنوافل
تكون في البيوت. ولهذا قدم سبحانه قدم الطائفين، لأن الطواف لا يكون إلا بهذا البيت. وقوله جل وعلا للطائفين طهر بيتي، أضاف البيت إلى نفسه سبحانه إضافة تشريف وتكريم، طهر بيتي للطائفين. هذا يدل على أنه يجب أن يمكن المسلمون من الطواف في كل وقت، ولا يمنع أحد من الطواف في ليل أو نهار، كما قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين في أي ساعة من ليل أو نهار. فيجب أن يكون الطواف بالبيت مستمرا، ولا يمنعه إلا ظالم، إلا إذا أقيمت صلاة الفريضة فإن الطائفين يتوقفون ويصلون الفريضة مع المسلمين، ثم إذا فرغ من الصلاة يواصلون الطواف، وهكذا يستمر الطواف ليلا ونهارا لكل من أراد أن يطوف، سواء كان قادما من الجهات البعيدة أو كان من المقيمين بمكة، فإن الطواف ليس له وقت محدد، بل ينبغي أن لا يخلو المطاف من الطائفين لا ليلا ولا نهارا. ولا يجوز أن يعوق الطواف، فإننا نرى بعض الناس هداهم الله يضايقون الطائفين، يدخلون في المطاف يصلون، وربما يجعلون حولهم دائرة من الرجال يدفعون الطائفين، وربما يتقدمون قبل الأذان أو بعد الأذان يتقدمون ويدخلون في المطاف ويجلسون ويضايقون الطائفين، هذا ظلم، وهم غير مأجورين على هذا العمل، هم يريدون الأجر، لكن هذا العمل الذي يضايق الطائفين ليس فيه أجر بل فيه إثم. من أراد أن يصلي فإنه يبتعد عن المطاف ويترك المطاف للطائفين، لا يعوقه بصلاة ولا بجلوس ولا يقاطع الطائفين. أو بعضهم يقطع الطريق على الطائفين ليذهب ويتعلق بالكعبة أو بباب الكعبة، أو يتكدسون عند الحجر، أو يتكدسون عند باب الكعبة، أو يخترقون المطاف ليذهبوا إلى الحجر ليصلوا فيه. كل هذه أعمال لا تجوز، لأنها تضايق الطائفين وتشوش على الطائفين، فالواجب أن يبقى المطاف للطائفين. وأما الصلاة فلها ولله الحمد أمكنة واسعة من المسجد الحرام، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. المراد بالعاكفين الذين يجلسون في المسجد الحرام، يجلسون في المسجد الحرام لعبادة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله عز وجل، الاعتكاف
في اللغة هو المكث في المكان، وأما الاعتكاف في الشرع فهو لزوم مسجد لعبادة الله عز وجل، والاعتكاف عبادة، أن الإنسان يبقى مدة في المسجد أيام أو ليالي لأجل أن يتفرغ للعبادة وينقطع عن أشغال الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، كان يعتكف العشر الأوسط، ثم لما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف العشر الأواخر، يضرب له حصير في المسجد ثم يدخل لداخله ويتفرغ لعبادة الله عز وجل، وداوم على هذا حتى توفاه الله عز وجل. الاعتكاف عبادة ولا حد لمدته، تكون المدة قصيرة أو تكون طويلة، هذا بحسب استطاعة الإنسان، لكن كلما أكثر المدة وأكثر الاعتكاف في المسجد فهو أفضل. إن لم يقطعه الاعتكاف عما هو أهم من طلب العلم وطلب الرزق والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، فالاعتكاف عبادة عظيمة. ويجوز أو يشرع الاعتكاف يشرع في أي مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، سواء المسجد الحرام أو غيره من المساجد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله عاكفون في المساجد هذا يدل على مشروعية الاعتكاف في كل مسجد من المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة كما يقول بعض العلماء، ليس الاعتكاف خاصا بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، والاعتكاف فيها أفضل من الاعتكاف في غيرها، لكن لا يقال إنه لا يعتكف إلا في المساجد الثلاثة، بل الاعتكاف مشروع في كل مسجد. قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عام لجميع المساجد. والعاكفين، فيطهر المسجد الحرام للعاكفين الذين يقيمون فيه للعبادة ويتفرغون فيه لطاعة الله، فيجب أن يمكنوا من الاعتكاف والبقاء في المسجد الحرام لعبادة الله عز وجل. والركع السجود، المراد بالركع السجود المراد بهم المصلون، وذكر الركوع والسجود لأنهما أعظم أركان الصلاة، فالمراد بالركع السجود أي المصلون، مصلون الفرائض والمصلون النوافل. وأيهما أفضل للإنسان، أن يطوف بالبيت أو أن يصلي؟ أيهما أفضل للمسلم، أن يطوف بالبيت أو أن يصلي؟ هذا فيه تفصيل كما ذكر أهل العلم، يقولون القادم إلى مكة هذا الأفضل له أن يطوف، وأما المقيم في مكة
فهذا الأفضل له أن يصلي في المسجد الحرام. فهذا فيه هذا التفصيل عند أهل العلم، والكلام في الأفضلية، وإلا فكلا الأمرين ولله الحمد جائز، وكلاهما عبادة لله عز وجل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال إبراهيم يعني اذكر يا رسول الله يا محمد اذكر إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اذكره للناس حتى يعرفوا قدر هذا الخليل عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قال ربي، يستحب لمن يدعو أن يقول يا رب، ربي يا رب، فيأتي بلفظ الرب ثم يدعو الله عز وجل باسمه الرب سبحانه وتعالى، لأن هذا من التوسل إلى الله باسم من أسمائه سبحانه وهو الرب. رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا بلدا، يوم يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، وهذا المكان ليس فيه سكان، وإنما هو وادي خال من السكان، وليس فيه مباني وليس فيه أحد. لما جاء بهاجر وابنها إسماعيل ووضعهما تحت دوحة قريبة من مكان البيت، في ظل دوحة يعني شجرة كبيرة قريبة من مكان البيت، ثم ذهب عنهما متوجها إلى الشام، فلما غاب عنهما بحيث لا يريانه، حيث لا تراه هاجر، وقف واستقبل البيت ودعا الله بهذا الدعاء، رب اجعل هذا، أي هذا الوادي المبارك، اجعل هذا بلدا، بعد أن كان برا وكان صحراء ليس فيه أحد، اجعل هذا بلدا. ولم يكتفي بقوله بلدا، بل قال آمنا وارزق أهله من الثمرات، اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن ضد الخوف، والمراد به أن يأمن الإنسان على نفسه من العدو، وأن يأمن على ما على عرضه، وأن يأمن على ماله وعلى أهله، هذا هو الأمن، أن يأمن من الخوف. اجعل هذا بلدا آمنا من الخوف، فالذي يسكن في هذا البلد لا يخاف من الناس، لا يخاف شرهم ولا يخاف اعتداءهم. اجعل هذا البلد محل أمن واستقرار حتى يتمكن العباد من الطاعة حول هذا البيت، لأنه إذا لم يكن في هذا البلد أمن فإن الناس لا يتمكنون من عبادة الله حول هذا البيت، لا يتمكنون من الطواف، ولا يتمكنون من الاعتكاف، ولا يتمكنون من الصلاة. إذا كان هذا البلد مضطربا وليس فيه أمن
فإن العباد لا يتمكنون من عمارة هذا البيت بالطاعة والعبادة، فهذا فيه أهمية الأمن. فالأمن نعمة عظيمة، ولهذا قدمه الله على الرزق. إبراهيم لما دعا ربه قدم الأمن على الرزق: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فالأمن أهم من الرزق، لأنك حتى لو حصلت على الرزق وعلى الطعام والشراب وأنت غير آمن، فإنك لا تنتفع بهذا الرزق ولا تستقر على هذا الرزق، أو أن هذا الرزق الذي معك ينهب ويؤخذ منك فتبقى خالي اليد. فالأمن أهم من الرزق، أهم من الطعام والشراب، وهذا من أكبر نعم الله على عباده، حصول الأمن والاستقرار. وكما ترون ولله الحمد في هذه البلاد التي من الله عليها بالتوحيد، ومن الله عليها بتحكيم الشريعة، كما نشكر الله عليها حتى تبقى وتستقر وتثبت. اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، لأن هذا البلد ما فيه زرع ولا فيه أشجار ولا فيه مصادر للقوت، بل ليس فيه ماء. قبل نبع زمزم ما كان فيه ماء ولا فيه، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فلما كان هذا الأمن، هذا البلد خاليا من النتاج، ليس فيه زراعة وليس فيه أشجار تثمر، إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحرصه على المسلمين وعلى أهل هذا الحرم، حرصه على ذلك دعا لهم: وارزقهم من الثمرات. ثمرات جمع ثمرة، وهي ما يؤكل من جميع الثمرات، ما يؤكل ويتغذى به ويتفكه به. وقال من الثمرات ليعم ذلك جميع أصناف الثمرات، وقد استجاب الله دعوة خليله عليه الصلاة والسلام فجعل هذا الحرم آمنا، ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء؟ هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، إنه بلد قاحل ليس فيه نتاج ولا زراعة، ومع هذا تتوفر فيه الأرزاق من كل صوب، من أقصى المعمورة، من أدناها إلى أقصاها، تجلب له الأرزاق في مختلف العصور. هذا كله استجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام، وكله فضل من الله سبحانه وتعالى على أهل هذه البلاد. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. خص الدعاء بالرزق
للمؤمنين خاصة، خص المؤمنين، لأن الله لأنه لما قال في الآية التي قبلها قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، فعلم أنه يكون في ذريته ظالمون وكفار، فلذلك خص المؤمنين بطلب الرزق لهم. قال الله جل وعلا ومن كفر، أي وأرزق من كفر أيضا، فالله جل وعلا يرزق المؤمنين ويرزق الكفار، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أنهم يكفرون به ويعصونه، ومن حلمه سبحانه وتعالى أنهم يكفرون به ويشركون به ويعصونه، ومع هذا يرزقهم سبحانه وتعالى. ففي هذه الحياة الدنيا الله يرزق المؤمنين والكفار، أما في الآخرة فإن الكفار والعياذ بالله يصيرون إلى عذاب الله وإلى النار، فهم في هذه الدنيا يمتعون بالرزق، يمتعون بالصحة، يمتعون بالرفاهية، لأن الدنيا متاع قليل، والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لم يسقي منها كافرا شربة ماء، لكن الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب، ولهذا قال سبحانه ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني في الدنيا، لأن الدنيا كلها قليل والعمر قليل، فالكافر وإن متع في هذه الدنيا فإن متاعه قليل وينتظره العذاب الذي لا ينتهي أبدا، فماذا يفيده ما هو فيه في هذه الدنيا من رغد العيش ومن الغنى والثروة إذا كان على غير دين وعلى غير إيمان؟ قال ومن كفر، أي وأرزق أيضا، أرزق المؤمنين وأرزق الكفار، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، إذا مات على الكفر فإن مصيره إلى النار لا محيد له عنه، هذا معنى الاضطرار، أنه إذا مات على الكفر وعلى الشرك فليس له إلا النار، لا يتخلص منها أبدا أبد الآباد، فأضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرزق في هذه الدنيا يعم الكافر ويعم المؤمن والكافر، كما قال سبحانه وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فالرزق الحلال أصله للمؤمنين، لكن يشاركهم فيه الكفار في هذه الدنيا فقط، أما في الآخرة فإن الرزق يتمحض، الذي هو الجنة وما فيها، يتمحض ويخلص للمؤمنين خالصة يوم القيامة، فليس للكافرين في الجنة نصيب يوم القيامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، هذا هو القراءة المشهورة، وفي قراءة أنها يعني على هذه القراءة المشهورة أن هذا من قول الله سبحانه وتعالى استدراكا على
دعوة إبراهيم حيث قصر دعاءه للمؤمنين خاصة، فاستدرك الله عليه فقال ومن كفر أيضا وأنا أرزقه. لكن في قراءة أن في قراءة قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار، فيكون هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمتعه قليلا بدل فأمتعه، فيكون هذا من دعاء إبراهيم، واضطره إلى عذاب النار بدل ثم أضطره إلى عذاب النار. لكن القراءة الأولى هي المشهورة، فأمتعه قليلا ثم أضطره، يكون هذا من كلام الله سبحانه وتعالى وليس هو من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية الكريمة فيها شفقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وأنه يدعو للمسلمين ويدعو لهذا الحرم وأهله، فكانت دعواته صلى الله عليه وسلم خيرات كلها على المسلمين إلى يوم القيامة، فوفر الله لهذا البلد، وفر له السكان والأنس، ووفر له الأمن، وفر له السكان والإنس بعد أن كان موحشا ليس فيه أحد، ووفر له الأمن بعد أن كان قلقا وخوفا كسائر البلاد، ووفر له الرزق مع أنه قاحل ليس فيه نتاج، ولكن الله جل وعلا هيأ له الأسباب وسخر الناس يجلبون له التجارات والبضائع والثمرات والأرزاق التي لا توجد في أي بلاد من بلاد الدنيا. إذا نظرت إلى ما يتوفر في هذا البلاد من الأرزاق مع أنه لا ينتج ولا يزرع ولا، عرفت قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، كيف إنه هيأ لهذا البلد هذه الأرزاق العظيمة المتنوعة التي تنتج في بلاد بعيدة ولكن تجلب إلى هذا البلد. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الله جل وعلا يرزق المؤمن والكافر في هذه الدنيا، وأن رزق الله للكافر ليس دليلا على رضاه عنه. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، أي اذكر يا محمد لأمتك، اذكر مآثر الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد الأساسات، القواعد هي الأساسات التي يقوم عليها البناء، فقواعد البيت هي أساساته التي قام عليها، ثم بنى عليها على هذه القواعد حتى ارتفعت، فلما ارتفع البنيان جاء بحجر فصار يقف عليه ثم يرتفع به الحجر حتى يوصل الحجارة إلى رأس الحائط ثم ينزل به الحجر. هذا من معجزات هذا النبي الكريم
أن الله سخر له هذا الحجر، ثم صار هذا الحجر مقام إبراهيم الذي أمر الله بالصلاة عنده، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا يرفع القواعد من البيت، هو وإسماعيل ابنه، إسماعيل ابنه البكر أكبر أولاده، صار يناوله الحجارة ويبني معه، ذكر الله ذلك له ثناء عليه، على إسماعيل عليه السلام حيث ساعد أباه على بناء هذا البيت. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ويقولان ربنا تقبل منا. لاحظوا هذا، هما يبنيان ويتعبان تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله، لكن مع هذا خافا ألا يتقبل منهم. ربنا تقبل منا، فالإنسان لا يغتر بعمله ولا يعجب بنفسه ويقول أنا عملت وأنا عملت وأنا لي عند الله الثواب، لا يعجب الإنسان بنفسه لأنه لا يدري هل تقبل الله منه أو لم يتقبل منه. فلهذا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام خاف أن لا يتقبل الله منهما هذا العمل، وهو بناء البيت الذي هو من أشرف أو هو أشرف الأعمال الصالحة. ربنا تقبل منا، فهذا مما يوجب على الإنسان أن يخاف من عدم القبول وأن يدعو الله بالقبول، يعمل أولا ثم يدعو الله أن يتقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، إنما يتقبل الله من المتقين. ومن يدريك أنك من المتقين؟ فعلى الإنسان أنه لا يعجب بعمله ولا يستكثر عمله، بل يعتبره قليلا بجانب حق الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. توسل إلى الله جل وعلا باسمين عظيمين من أسمائه، السميع العليم، السميع لأقوالنا، العليم بأفعالنا ونياتنا، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى. ربنا، شوف كرر لفظ الرب، هذا توسل إلى الله بأسمائه سبحانه. فيشرع لمن يدعو الله أن يأتي بهذا اللفظ، ربي، يا ربي، ربنا، كما كان الأنبياء يدعون بذلك، ربي، ربنا. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين يعني منقادين، خاضعين، مخلصين لك، لا يدخل في عباداتنا شرك ولا قصد لغير وجهك يا ربنا. هذا فيه أيضا الحرص على الإخلاص في العمل، وأن الإنسان يحرص على أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. جعلنا مسلمين، أليس هما مسلمين من قبل؟ نعم، أليس إبراهيم وإسماعيل كانا مسلمين من قبل؟ بلى، كانا مسلمين من قبل. إذن لماذا يقولان ربنا واجعلنا مسلمين؟ المراد ثبتنا، المراد ثبتنا على الإسلام وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. فالإنسان لا يكتفي بقوله أنا مسلم أنا مؤمن، بل يدعو الله أن يرزقه الإسلام وأن يثبته على الإيمان وأن يزيده إيمانا
أما إذا اعتمد على أنه مسلم وأنه مؤمن ولم يدعو الله أن يجعله مسلما وأن يجعله مؤمنا، فربما أنه ينحرف، ربما ينحرف ويزل. والإنسان لا يأمن نفسه من الانحراف، ولهذا قال ربنا واجعلنا، أي ثبتنا، خاف على أنفسهما من الانزلاق والانحراف. إذا كان هذا في حق النبيين كيف بغيرهم؟ الأولى بالمسلم أن لا يأمن على نفسه، وأن يخاف من الزيغ، خاف من الضلال، خاف من الانحراف. محمد صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. شوف، لما دعوا الله لأنفسهما دعوا لذريتهم. فيشرع للإنسان أنه ما يقتصر على نفسه في الدعاء، بل يدعو لذريته، يدعو لوالديه، يدعو لذريته، يدعو لإخوانه المسلمين، ولا يقتصر على نفسه. فهذا إبراهيم وإسماعيل لما دعوا الله لأنفسهما دعوا الله لذريتهما: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. لماذا لم يقول واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك؟ اجعل ذريتنا كلها، لأنهما علما أنه يكون في ذريتهما الكافر. قال: لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهد الظالمين. فاجعل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا، أي بين لنا مناسكنا. قيل المراد بالمناسك مناسك الحج والعمرة، من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وذبح الهدي والطواف والسعي. هذه هي المناسك، مناسك الحج والعمرة. طلب من الله أن يبينها لهم، وهذا مما يدل على أن العبادات توقيفية. الإنسان لا يعبد الله بظنه وبما يستحسنه أو بما وجد عليه الناس، بل لا يعبد الله إلا بما شرع على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إبراهيم وإسماعيل قال: ربنا وأرنا مناسكنا، أرنا مناسكنا. فشرعية المناسك والعبادات هي من أمر الله وتشريع الله، والعبادات كما يقول العلماء توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز أن تعبد الله بشيء إلا إذا علمت أن الله شرعه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعبد الله بالهوى، أو تعبد الله بالاستحسانات، أو تعبد الله بما وجدت عليه الناس، من غير تمييز بين ما عليه دليل وما ليس عليه دليل. وقيل المراد بالمناسك جميع العبادات، من مناسك الحج وغيرها من العبادات، وهذا أصح. وقيل المراد بالمناسك مواقع الذبح، ذبح النسك: ولإن صلاتي ونسكي ومحياي. النسيكة والنسك تطلق على الذبيحة، أي أرنا كيف نذكي، كيف نذبح الذبائح تقربا إليك، بين ذلك لنا، من ذبح الهدي والقرابين والأضاحي والصدقات. كل هذا من العبادة لله عز وجل. فالذبح على وجه التقرب إلى الله هذا عبادة عظيمة، قرنه الله بالصلاة: قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة. فالذبح لله هذا عبادة عظيمة، فالذي يذبح لغير الله، يذبح للقبور، يذبح للجن، يذبح للمشعوذين، هذا مشرك بالله الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة ويجعله في عداد المشركين الذين حبطت أعمالهم والذين حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل وأخلصوا دينهم لله عز وجل. أما من يذبح لغير الله فإنه مشرك، الشرك الأكبر الذي يخرجه من الملة، يذبح للقبور، يذبح للجن، يذبح للشياطين علشان ما يضرونه، يذبح لأجل العلاج كما يأمره به الطواغيت، يقولون أنت مريض اذبح شاة صفتها كذا ولا تذكر اسم الله عليها، هذا شرك بالله عز وجل. وأرنا مناسكنا وتب علينا، شوف تب علينا، اعترف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وابنه إسماعيل يقولان وتب علينا، هم بحاجة إلى التوبة، والتوبة معناها الرجوع إلى الله وترك المعاصي، التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. فإبراهيم وإسماعيل لم يزكيا أنفسهما وخافا من المعاصي، لأن القيام بحق الله على وجه الكمال لا يستطيعه أحد، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلا بد أن الإنسان مهما اجتهد في العبادة فلا بد أن عنده تقصير، فيحتاج إلى الاستغفار، يحتاج إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أحد يقول والله أنا ما خبر ذنب، أنا ما خبر معصية، وشو له استغفر، هذه تزكية للنفس. الله جل وعلا يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وتب علينا. مع هذه الأعمال العظيمة يقولان وتب علينا، فكيف بنا نحن المقصرون المذنبون المساكين ومع هذا لا نهتم بهذا الأمر بطلب التوبة من الله والاستغفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة، محمد صلى الله عليه وسلم. الإنسان لا يكمل نفسه ولا يقول أنا لست بحاجة إلى التوبة، أنا ما سويت شيء، أنا ما أذنبت، أنا ما حصل من شيء، هذا معناه يزكي نفسه ويتمنن بعمله على الله سبحانه وتعالى. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، هذا أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمين من أسمائه، التواب الرحيم، التواب الذي يتوب على عباده، تواب صيغة مبالغة من التوبة، فهو سبحانه وتعالى كثير التوبة على عباده الذين يستغفرونه ويتوبون إليه. الرحيم الذي يرحم عباده سبحانه وتعالى ويغفر لهم إذا أنابوا وتابوا إلى الله سبحانه، حصلوا من الله على التوبة وحصلوا من الله على الرحمة منه سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: تريد صيام الاثنين والخميس تطوعا لكن زوجها يرفض، وعليها أيضا قضاء أشهر من رمضان حيث لم تكن تصم رمضان في بداية بلوغها، فما الحكم؟ أما القضاء فيجب عليها القضاء، وليس لزوجها حق أن يمنعها من القضاء، وإذا أراد أن يمنعها من القضاء فإنها لا تطيعه بل تقضي ما عليها. أما صوم التطوع فإنها لا تصوم إلا برضا زوجها، فإذا منعها من صوم التطوع فإنها تمتنع. نعم. تقول: زوجها يعمل من الساعة 3 صباحا حتى بعد صلاة الظهر، وأحيانا ينام ولا يصلي العصر والمغرب والعشاء إلا جمعا آخر الليل، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك إن استمر على هذا العمل فهو ليس بمسلم، لأنه يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، هذا لا يجوز له. يعني أعمال الدنيا يروح لها ولا يخلي منها شيء ويعمل الساعات الطويلة وإذا جاء وقت الصلاة ينام عنها، هذا مسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب أن يحافظ على الصلاة في مواقيتها، يصلي وينام، الحمد لله الصلاة ما تأخذ منه إلا دقائق فقط، يصلي ثم ينام، وإذا جاء وقت الصلاة يقوم ويصلي مع المسلمين. أما إنه ينام عن الصلوات ويتعمد هذا الشيء ويداوم عليه فهذا خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فاتته يعني فات وقتها أخرجها عن وقتها متعمدا، قد حبط عمله. وإذا أخرجها عن وقتها متعمدا فإنها لا تصح ولو صلاها، لأن الصلاة كما قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا كان يتعمد تأخير الصلاة ويقول متى ما قمت بصلي ويداوم على هذا، إنها لا تقبل منه. نعم. وتقول: هل عليها إثم، أي الزوجة، على ما يفعله الزوج؟ نعم، إذا سكتت فإنها تكون آثمة.